بتنجان. كانيلون البتنجان او البتنجان هنلفه نفس طريقة الكانيلوني. الكانيلوني مش معنى كلمة كانيلوني يعني عجينة بسطة وانا احشي لحمة مفرومة. الكانيلوني حاجات كتير، والمودرن كوزين او الله بصوا انا ريحة البطاية جريت ريقي. الكانيلوني او المودرن كوزين او المطابخ اللي هي مستحدثة والمودرن، بدأنا نعمل حاجات اكلات حلوة قوي وبسيطة وفي نفس الوقت تخلي اقدر اعملها بمنتجات وحاجات بسيطة قوي. تعال نقول المكونات بتاعت الكانيلوني. كانيلوني البتنجان، نص كيلو بتنجان متقطع شرايح رفيعة، ربع كيلو لحمة هنعصجها، فنجان جبنة موتزاريلا، نص لتر عصير طماطم، بصلة مفرومة، فصين ثوم مفرومين، عودين بصل اخضر، ملح وفلفل اسود، ونص معلقة كمون. مهم قوي المقادير او مهم قوي التوابل اللي احنا بنقول لحضراتكم عليها علشان تاخدوا تيست وطعم حلو قوي ما يختلفش عليه اي حد. احنا طبعا عاملين نسخة علشان بياخد وقت في اللف، لكن هوري حضراتكم بكل بساطة. شوية جبنة موزاريلا عليها شوية سبانخ ومعاها شوية بصل وشوية فلفل. انا بعشق السبانخ في الشتاء لان هي بصراحة طعمها حلو قوي ومفيد قوي. طبعا انا ببقى عصيرها كويس جدا من المية اللي فيها بعد ما اخدها سوتيه. بعمل ايه؟ بلف زي ما حضراتكم شايفين كده، بلفها لفتين تلاتة كده. الله، وهنا بالشكل ده. وهنعمل معاه صوص بقى، صوص يجنن يعني. بس حلو قوي كده، تمام، حلو. طيب خلونا نعمل الصوص بتاع اللي احنا هنحطه على ده. الصوص بتاعي عبارة عن ايه؟ شوية زيت بسيطة في الطاسة بتاعتي، زيت مش اكتر من كده، وهحط معاه اول ما احس ان هو سخن اللحمة المفرومة دي. انا عاصر معاها شوية بصل عشان تدي طعم وفي نفس الوقت تخلي اللحمة تشرب من البصل، كأنها زي كأني بعمل فكرة الحواشي، ومعاها شوية فلفل حامي هيخلوا ليها طعم حلو قوي. طيب خلونا ناخد البصلاية دي وحتة اللحمة المفرومة. يا دوب اللحمة المفرومة بتاعتي ناعمة قوي 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 علشان ما تاخدش معايا سوا، وفي نفس الوقت احس بطعمها لكن ما احسش ان انا عندي في لحمة مفرومة. اللي يدوق عندي يقول ايه ده ايه ده، حاجة جميلة قوي لكن فيها طعم مختلف. دي فيها لحمه، دي تخلي دايما ان اللي بياكل عندك الاكل لما تعمله لحد لازم تكون بتحبه على فكره، يعني ما ينفعش تعمل الاكل لحد غير لما تكون بتحبه. فخلي دايما اللي انت بتحبه ده يبقى عنده حته المفاجاه، عنصر المفاجاه. شويه الثوم الجمال دول مكعب زبدة صغير يطري لي بقى الحاجات دي كلها، يخليها فيها طعم حلو قوي. مكعب صغير قوي يعني. وهبتدي احط الكمون بتاعي. انا خليتها توصل لحتة ان هي يبقى فيها الاورينتال الشرقي شوية بالكمون وشوية البصل الاخضر بتوعي، شوية فلفل اسود، شوية ملح. بصوا لما حطينا الزبده بدات تحس ان هي طريه، اللحمه بدات تطرى. المكون الاساسي بتاعي الطماطم. طيب الطماطم عشان دي عصير فريش فهقلبه كده بس تقلبتين، وهبتدي احط عصير الطماطم بتاعي. دي اللي هيحصل كالاتي، هنحط صوص الطماطم ده على الكانيلوني بتاعنا، هو يا دوب خلاص هيبتدي يغلي غلوتين صغيرين، وبعد كده هنبتدي نحط في قلب الفرن بتاعتنا تاخد شكل حلو قوي، وريحه الطماطم تبقى تحس ان هي فيها شويه تدخين.
وبالمناسبه الديك الرومي انا شايفه اهو سامع صوته بيكاكي جوه، بدا ياخد لون ووش وطعمه حلو قوي وريحته حلوه قوي كمان. بصوا اللحمه بتاعتي الصوص بتاعي بقى جميل اهو اهو بيصوصو اهو بيزقزق. يلا خلونا هنحط كمان اللحمه المفرومه بتاعتي على الكانيلوني الجميل ده، هيكمل تسويته في قلب الفرن. ممكن نحط معاه بالمناسبه، ممكن يعني بيقولوا لي في الكنترول ممكن نحط معاه بشاميل، ممكن نحط معاه بشاميل، ممكن نحط معاه جبنه موزاريلا، بس انا يعني عايز ابعد شويه عن البشاميل والحاجات اللي هي بتبقى فيها دسامه شويه، خصوصا واحنا طالعين من فتره صيام. يلا خلونا نطلع فاصل صغير قوي، هنحط ده في قلب الفرن ونشوف الديك بتاعنا وصل لايه، وهنعمل شوربه لو معانا وقت هتعجبكم جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم، استنونا.